مشاهدينا الكرام السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتكم ميديا ان تي في. انا فرحان انني نتلقى معكم مره اخرى في برنامج انيغما التحدي، اول برنامج ديال المغامره وديال الاكتشاف في المغرب. اذا الموسم الثالث غادي ينطلق اليوم هنا في مدينه الرباط. مشاهدينا الكرام، مناطق جداد، مناطق جميله، مناطق ساحليه، مناظر خلابه اللي غادي تشهد ديكور المغامرات للفرق اللي تختاروا في الموسم الثالث من برنامج انيغما التحدي. نبغي نقول لكم مره اخرى مرحبا بكم، هاد الفرق جايين بهدف واحد انهم كلهم يفوزوا بانيغما التحدي في البرايم الاخير ويقدروا يوصلوا حتى ل 200 الف درهم، يعني 20 مليون ديال سنتيم. مشاهدينا الكرام على ميديا ان تي في، تنرحب بكم في عالم انيغما التحدي. مشاهدينا الكرام، شكون هما نجوم انيغما التحدي في الموسم الثالث؟ غنتعرفوا عليهم الان. اذا اول فريق هو عبد اللطيف وعبد الله. عبد الله، عبد اللطيف، مرحبا بكم في انيغما التحدي في الموسم الثالث، مرحبا بكم. بارك الله فيك. الفريق الثاني لبنى وهجر. لبنى مرحبا بك، هاجر مرحبا بكم. مستعدين تعيشوا مغامره انيغما التحدي؟ مستعدين. مره اخرى مرحبا بكم. ربي يخليك. مشاهدينا الكرام، غنشوفوا الان الفريق الثالث، نوال والياس، هما كوبل. مرحبا بكم. انتم يلا تزوجتوا، ما كاملاش عام ياك. تنتمنى بان هذا الموسم الثالث والمغامرات اللي غتعيشوها غادي يقربوكم وغادي يفارقوكم ان شاء الله. غنشوفوا فريق لجان مدينه الدار البيضاء، نبيل وعثمان. نبيل وعثمان مرحبا بكم في انيغما التحدي في الموسم الثالث. الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، الفريق الخامس كوثر وفاطمه الزهراء. مرحبا بكم. بارك الله فيك. ونشوفوا مشاهدينا الكرام اخر فريق هو كمال وجمال. كمال مرحبا بك، جمال مرحبا بك. إذن مرة أخرى تنرحب بكم في إنيغما التحدي والموسم الثالث على قناة ميديا تي في. هذا الموسم الثالث ما غاديش يكون سهل، لا من ناحية المسابقات الفردية ولا المسابقات الجماعية ولا من ناحية وعورة بعض المناطق اللي غادي تمروا بها، بالإضافة لقوانين جداد اللي غيكونوا في هذا الموسم الثالث من خلال برنامج إنيغما التحدي. غادي نفرق عليكم هذا الرود بوك أو المحفظة، خاصكم تهلاو فيها ولا بد تهلاو فيها. إلا مشى لكم الرود بوك راه ما يمكن لكمش تكملوا المغامرة. شنو كاين في هذا الرود بوك؟ غتقولوا لي غتلقاو فيه ورقة ديال التعليمات اللي تتعلق بالسباق ديال المراحل كلها، وفيها كذلك خريطه، وفيه جوال داخل ديال 100 درهم لكل فريق باش تعيشوا به المغامره. اذا على بركه الله غنبداو اول مرحله في الموسم الثالث من برنامج انيغما التحدي. انا غنكون تنتسناكم بواحد الشاطئ جميل هو لي سابليت اللي جا في مدينه الزهور بمدينه المحمديه، ولكن قبل ما توصلوا لعندي شاطئ لي سابليت خاصكم تجيبوا لي شي حاجه، ولكن باش تلقاو هذه الحاجه عندكم بزاف النقاط هنا في مدينه الرباط اللي خاصكم تدوزوا منها. اول محطه غتمشيو ليها فضاء شاله،
تمايا غادي تلقاو توتيم. هاد التوتيم غادي نعت لكم المكان اللي غتلقاو فيه الاكسسوار، وهذا الاكسسوار مهم يكون معكم الا بغيتوا تشاركوا في المسابقه الفرديه. مني غادي توصلوا للشاله خاصكم تمشيو النقطه الثانيه. النقطه الثانيه ما غتمشيو لها لا في تاكسي لا في طوبيس لا في اوتوستوب، غادي تاخذوا الترامواي ديال مدينه الرباط. مني غتاخذوا الترامواي غتجيبوا معكم تيكي التذكره، خليوها عندكم لان غتحتاجوها. غادي فين غتمشيو بهذا الترامواي؟ غادي تمشيو للودايه. مني تساليو من الودايه غتلتحقوا بيا في شاطئ ليسابليت بمدينه الزهور المحمديه. ثلاثه الفرق الاولين اللي غادي يوصلوا عندي غيشاركوا في المسابقه الفرديه، واللي غيديها غيربح شحال؟ 5000 درهم. 5000 درهم يعني 100000 ريال. هذه المرحله ما غنقولش لكم واش اقصائيه ولا ماشي اقصائيه، الجواب كاين في هاد الجوا. يعني الفريق اللي غيوصل في المرحله الاخيره والاخر هو اللي غيفتحها، وغادي يشوف راسه واش غادي يغادر انيغما التحدي في البرايم الاول ولا غادي يبقى معنا. هاد الجوا لمن غنعطيه؟ غنعطيه لاصغر فريق. انتوما يا خلي عندك كوثر وفاطمه تهلاو فيه مزيان باش نشوفوا واش هاد المرحله غتكون اقصائيه ولا لا. متفقين؟ ناقصكم شي حاجه ياك؟ فلوس خديتوهم؟ الرود بوك خديتوه؟ حافظين الدرس مزيان ما ديما نسالكم. لي ساكادو راهما لهيه، ولكن كل ساكادو في اللون ديال الفريق. هاد لي ساكادو ما غاديش تهزوهم وتزيدو في حالكم، ربطناهم بقنب وسديناهم بكادنا بقفل. خاصكم تلقاو الساروت. ما غنقول لكم والو، غنخليكم تكتشفوا هذا الشيء. مستعدين؟ مستعدين. اذا على بركه الله غنقول لكم لاول مره في انيغما التحدي، انتشروا. اول تحدي اذا في انيغما التحدي هو الحصول على لي ساكادو اللي غادي يبقاو مع المشاركين في كل مراحل انيغما. الفروق وصلت تباعا. مرحله اليوم كتمتد من الرباط الجديده مرورا بالمحمديه على مسافه 172 كيلومتر. ثاني فريق كان هو لبنى وهجار اللي بقى بحال الظل للفريق الاول عبد الله وعبد اللطيف. عبد اللطيف جر، انا حاولت الدرس مع حليس زينا الصاك وتعرقنا. اول فريق ايدان كيغادر حسان وكتاح ليه فرصه باش يلقى المركوب في اتجاه المحطه التاليه شله. هذيك الانطلاقه ديالنا لقينا راسنا مطرقنا بوحدنا، هذيك في حد ذاتها شجعتنا. دونك حنا الاولين زينا الصاك، حنا الاولين، دونك خصنا نبقاو حنا الاولين. بسم الله. شكرا لك بارك الله فيك. شكرا بزاف. السلام عليكم، بهلول عبد الله، 32 سنه، ممثل مدينه الدار البيضاء، تقني بشركه. عندي عده هوايات من ضمنها فنون الحرب، وبالضبط رياضه الفول كونتاك، كندير الصيد. عبد الطيف ديدو من مدينه الدار البيضاء، كنجيو هنايا كل حد وكنمارسوا الهوايه ديالنا ديال الجري. من بعد هذا الشيء كندير اللياقه البدنيه، كنقراها في واحد المدرسه، وكنزيد عليها واحد شويه ديال السباحه. اختاريت باش نشارك في انيغما انا والصديق ديالي عبد الطيف، لانه صديق حميم ومقرب ليا بزاف. عندي فيه ثقه كبيره، كنمارسوا الرياضه انا وياه تقريبا كل اسبوع في هذه الحديقه ولا في الغابه. سافرنا مجموعين، الشخصيه ديالو قريبه الشخصيه ديالو، كاين بزاف العوامل اللي كتجمعني بيني وبينه. اختاريت عبد الله بهلول يشارك معايا في انيغما لانني كنوجد فيه راجل الذي يعول عليه، وذكي تبارك الله ومحبوب، وكيف كنديرو كيدير بلاصتو مع جميع الناس. غنتوحش العائله بزاف، وبالضبط الوالده والزوجه ديالي، وكنتمنى لهم يدعيو ليا بالخير ان شاء الله. غنتوحشو بزاف وكنتمنى ليه التوفيق. كنتمنى من الله انني نكون عند حسن الظن ديال العائله ديالي،
والمشجع الاول ديالي هو الاخ ديالي الاكبر محجوب، الله يجازيه بخير. عندي فيهم ثقه، الله يوفقهم. الله يسخر لك اولادي، الله يرضي عليك. المدام حتى هي الله يسهل عليها والله يرضي عليها. حنا كنا حماس مستعدين للتحدي. بسم الله. فريق عبد الله وعبد اللطيف تقدموا كثير ووصلوا لشلة في الوقت اللي باقي الفرق مازال كتفك السكان ديالها. يلا صافي نوال، يلا هنا وين شوفي شوفي داك الطوموبيل خويا عفاك لاطك. الحظ اللي صادف عبد الله وعبد اللطيف ما كانش من نصيب لبنى وهجر، وكان عليهم يقلبوا على وسيلة نقل للوصول لشلة. الله يحمل حمالتك. هلا خاتم خاتم زين خاتم. هزينا ساكادو ديالنا، بقينا كنديروا اوتوستوب، حتى واحد ما بغى يهزنا، تلقينا واحد الراجل اللي عمرها دار هزنا. قري قري خريطة. تندخل الترامواي صافي خبي داكشي بلاتي. ثالث فريق كيحرر السكان ديالو ويغادر حسان هما عثمان ونبيل، وعلى عكس عبد الله وعبد اللطيف لقى عثمان ونبيل نفس الصعوبه اللي اعترضت لبنى وهجر بعد ما تعذر عليهم يلقاو اللي يوصلهم لشلة بسرعه، وكانوا مضطرين يمشيو مسافه كبيره على رجليهم يعني يضيعوا المزيد من الوقت. شلة الله يحفظك. اجا تقوض على الماتش. عطانا وطا ان شاء الله اخويا، ان شاء الله اخويا، ان شاء الله. الله يسر. في الجانب الاخر مازالين ثلاثه ديال الفرق كيحاولوا يوصلوا للسكان ديالهم. بالمقابل كوثر وفاطمة الزهراء كانوا هما الفريق ما قبل الأخير اللي غادر حسان. نوتبوك سارات لما هنا بنات أسفي أصغر فريق هما الفريق ما قبل الأخير اللي غادر حسان، وإن كان ألقى المركوب بسهولة. شلة الله يخليك. شلة خسنا شلة الله يخليك. ميرسي بوكو. ميرسي خويا. أما آخر فريق غادر حسان فهو كمال وجمال. اسمعوا لا غادي نقلبوا على هذيك بوحدنا، غادي نلقاو التصويره. الله يا ربي الله. كي غادي يكون دوك؟ شوف ايما تاع التوك يا كلينا غادي تسد لك. سي با غراف. مي مشينا لي ساكادو كانوا طلبونا باش نشوفوا واحد الكلي باش نحلوا واحد الكادنا. الور حنا ما كناش مكونسونطري بزاف، كان ان بو دو ستريس وحنا تقلقنا شي شويه، دونك اون ايتي لي ديرني اللي خرجنا من ديك الساحه. جمال وكمال اخر فريق غدر حسان، معطى سلبي على الاقل لحد الساعه، رغم ان المنافسه في بدايتها فكل دقيقه كتكون لها قيمه من بعد، ثم خاصهم يتذكروا باللي الفرق الثلاثه الاولى هي اللي غادي تشارك فقط في اللعبه الفرديه. فريق كمال وجمال واجه صعوبه غير منتظره، فاضافه للتاخر في حسان ركب في سياره مواليها ما عارفينش حتى هما فين جات شلة. الترتيب لحد الان منطقي، عبد الله وعبد اللطيف اول من غادر حسان وهما اول من وصل لشلة، وخاصهم يلقاو الاكسسوار المطلوب منهم. هنا شجره. هنا شجرة. هذه شنو هي؟ هذا غار ولا ما شنو؟ انتبه الشيء الذي لا. اول داخل داخل لا. هنا انتبه الشيء اللي
خاصكم تقلبوا عليه غادي يكون غير محول لكم تقريبا غير حولكم تقريبا شوف يا شجرة هذه هذه صافي هذا ما عندنا ما نديرو به شوف فيا ها السين 10 متر ما ندي باسيوش هذا 10 متر اجي ارجع 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 شويه هو كيقلب في اي بلاصه وكنقول لي عبد الله عافاك لما قرب حدايا راه المسافه كيقولوا هنايا 10 تاع 10 متر قالك 10 متر ما تيباسيش 10 متر على ثلاث فرق وصلت في نفس الوقت الياس ونوال وهجر ولبنى وبنات اسفي اللي رغم انهم كانوا الفريق ما قبل الاخير لغدر حسان اداركوا التاخير ووصلوا في نفس الوقت مع ثاني فريق غدر حسان فريق هجر ولبنى مالها هاد الصاك تقول لها ازاي اختي التوام ويه شفنا الفيتات بزاف البدرية هجرت شويه تعياي نوال وإلياس الفريق الأزرق خداو الصور بعد لبنى وهجار وتوقفوا لقراءة التوجيهات قبل ما يدوزوا الخطوة التالية أي البحث عن الأكسسوار نحاولكم 10 أمتار ولكن شنو هي ما فهمتش هادشي شنو هو الصغيرة هادي هادشي ما فهمتش هادشي شنو هو واش ترتكب الفريق الوردي خطأ الجواب غادي نعرفوه من بعد لكن اللي باين مؤكد الان هو انه خد الصوره وزرب وما قراش التعليمات كيف دخلنا لقينا الهنديس ما قريناهش دونك خرجنا فاش منا خارجين عاد قرينا الورقه انه حنا خصنا نلقاو واحد تشخيك هكا باش نجيب ما لقيتيش شنو هذا هاري شوف هو هذاك جيبي هربي هربي يا ربي يا ربي يكون هو حمضائي هاري هو واقيلا هو فين الورقة فين الورقة شنو هذا ما يمكنش واحد يحط شي حاجة هنا طلعي طلعي سير وصول لبنى وهجر لمكان الاكسسوار هما الولا كيبين باللي هناك تغييرات سيما ان اول فريق عبد الله وعبد اللطيف ما عليه حتى شي اخبار لحد الان شكرا شكرا بزاف نفس الصعوبه غادي تواجه الياس ونوال قبل ما يجي الفرج الخشب الخشب يا نوال مازال تيقلبوا هادوك هنا يلا يلا غير شوف ما تقوليش تنقينا ما تبعديش عليا فختي تسليم رجل البيت تبقى كتسليم رجل البيت حاجه وحده انا خفت منها هي فاش مشينا للمقبره شاله ما عمرني شفت شي قبر في حياتي ما عمرني دخلت شي مقبره في حياتي كنخو كنقول لهم تسليم 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 صافي كنشوف النصر شوف النصر كيعجبو حال ولا زيزه خايفه كنتسلت كنشوفك كنشوفك بحال غيخرج لي شي واحد والو ما كاينش فاتي شكرا المعطيات في الميدان غادي وكتغير نبيل وعثمان اللي غادروا حسان هما الثالثين سبقوهم فريق بنات اسفي اللي غادر حسان ما قبل الاخير قلبنا هذيك الارض ماشي قلبنا صراحه قلبنا تبن ما خلينا تبن ما خلينا حجر ما خلينا حتى يدينا طابو وانا باقي دابا يدي طيبين تبن بالحجر لدابا انا باقي ما فهمتش شنو وقع في شاله كانوا دايرينو في ميكا خبارك على بعد كيلومترات قليلة فقط، ف
فريق عبد الله وعبد اللطيف مازال هو الاول ودخل المرحله التاليه من السباق، يعني يتوجه للودايه على متن الترومواي، لكن هذه المره متبوع مباشره بلبنى وهجار، بل وبكمال وجمال اخر من غدر حسان وباقي الفروق باستثناء فريق نبيل وعثمان. صافي نبيل، شوف حالتنا كماكينة دهنة. أكثر من هذا، الفريق الأصفر بدات كتبان عليه علامات توتر. ما سمعتيش الآخر قال خاصك شدو أوتو ستوب بعيد. صافي بلا ما مالك كتخوش وبلا ما تعتني. صافي بشوية مشو على رجلينا عاوتاني، واش حنا الآخرين تما غادي على رجلينا نشدو نسولو البوليس. صافي السيدة كون كذب عليك ما غاعاودش يرجع عندي يعاودلينا عاتلك عاوتاني. غنشدو أي واحد ديز غنقولو ليه يوصلني. فاش تعصبت قبيل على نبيل، ماشي تعصبت على نبيل اصلا، هو راه عاق بعدا. حيت كون تعصبت غايقول حتى هو شي حاجه. ما تعصبش ورج. والله ما تعصبت علي، تعصبت البروبليم اللي وقع في شاله. سامي الله يحفظك. محطه الترامواي كشري. الفرق الاخرى ما بقاش ليها كثير وتوصل لودايا. اثنين سيري ليك من هنايا هذوك الساحات الخاويين. منين؟ طار الدار ديالي مسعود. هبطو دروه الزقه الاولى. لا بالمقابل فريق عبد الله وعبد اللطيف وصلوا للودايه وخاصهم يقلبوا على شخص، رغم ان اغلب المغاربه كيعرفوه، فالوصول ليه ماشي سهل في ازقه الودايه، وهو اللي غادي يعطيهم صوره توصلهم للمؤشر. فريق عبد الله وعبد اللطيف ضيعوا الفريق اللي كان عطيهم الامتياز على باقي الفروق بعد ما لحقوا عليهم فروق اخرى. المهم دخنا بقينا في هذيك البلاصه، جا الفريق ديال القنيطره التحق بينا، سولوني قالوا لي واش لقيتيه؟ قلت لهم انا راه باقي ما لقيت والو. يعني في هذيك اللحظه حنا لقاونا تما هما اصلا، هما ما وراوناش وما قالوش ان حنا محمود ميغري. خويا شفتي خويا؟ ما عرفتش الله. سير عندك سي جري جري عند جري. صافي محمود ميغري في صافي. محمود ميغري اخويا، محمود ميغري ميغري السلام عليكم. محمود ميغري. تواجد جوج فروق في نفس المكان والتوقيت زاد من حدة التنافس وكان قريب يتحول لصراع. لبنى جبدي داك الشيء، جبدي التيكيت. عطيف وين؟ ميغري خويا وحنا صافي. خويا خويا كيفاش نتا واش حنا؟ خويا خويا لي فام دابو، لي فام دابو خليها خويا. حنا اللي قلنا لك ما تبقاش تدير خويا. الله حنا جينا سارقينكم ما تهضروش. صافي صافي حنايا حنا بلا ما تحاول. حنا صافي بلا ما نحاول. حتى ما فينا بجوج. دوسمون يا دي غوشي داز اسكاليز. انا يا خويا حفظت عليك انا قال لي اوكي. قال لي ولكن شويه السيده حدايا ديال القنيطره بغات تسبقني بغات تدخل. بغات تدخل. قلت لها راه ما يمكنش لك تدخلي حيت حنا سابقينكم ولقيتينا هنايا والقانون ديال المسابقه ما كيرحم حتى شي واحد. ما خلانيش نهبط انا الاولى. كان بيناتنا واحد الصراع. عبد الله بغيتي تبدا اناني نبقاو معاك انانيين. اتونسيون نو طومبي با. السلام عليكم. السلام عليكم. خويا تي اناني انت انا الثاني. لا خويا شوف لا 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 انا سابقك جيتي وقت لك السميه. السميه ما تكونش نظري انا. اناني سمح لي نظري انا. عطيني سلافو زاميكي. وي حده التوتر بدات كترتفع مع توالي مراحل المسابقه وبسبب تقارب مستوى الفروق، خاصه فريق عبد اللطيف وعبد الله وفريق هاجر ولبنى اللي بقاو قراب من بعضياتهم منذ انطلاقه هذا الصباح. فريق كمال وجمال او الفريق الهادئ ان صح التعبير اللي خرج هو الاخير من حسان وصل لودايا في الرتبه الثالثه، يعني قبل من ثلاثه ديال الفروق. سلام يسمح قلبي الدنيا جافي دو بون ميسيو علي بون شانس. ميرسي. الله يحفظك.
جمال التميمي سن 54 سنة مدينة وجدة، حاليا كنشتغل في معهد الإعلام والتكوين الصحفي كأستاذ كنقري الطلبات التقنية تسمع مسالي بكل أنواعها. كمال الطيبي ممثل مدينة وجدة سن 49 سنة متزوج. مسيو جمال كانت عندي معه علاقة هذه مدة طويلة، وفي نفس الوقت كيعمل معايا في المعهد وفي الشركة، إذا كان عندنا عمل مشترك. كنشتغل انا وياه بزاف، وهذا هو السبب اللي غادي نحاول باش نشارك معاه في هذا البرنامج نجمة التحدي، اللي هو اللي كان عطاني الفكره اللي عرضها عليا، قال لي باش تقدر تشارك معاه في هذا البرنامج. كنتفاهموا انا وياه، شاركنا بزاف الاعمال، اذا كانت عندنا دي زافونتور انا وياه، دونك لو سول اللي نقدر نشارك معاه في هذا ليميسيون غير جمال نقدر ندير حتى ماشي. كنمارس رياضه التيكواندو صافي لونطون، بديت من سن 16 عام وحاليا مازال باقي عاد نمارسها، وهذه هي الرياضه المفضله عندي حاليا. الهوايه ديالي لي بلونت، عزز عليا بزاف لا ناتور الطبيعه. نقدر الا شي واحد زول لي شي فرع من الجريده ديالي نقدر نتغير في اي لحظه. يعني ما تحدي ستوني ميسيون ناجحه 100%، وكنت نتمنى نشارك فيها باسكو انا نتبعها هذه صافي دوزون. غادي ان شاء الله نحاولوا نمثلوا مدينه وجده انا والصديق ديالي، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى الوجده يثقوا فينا، ونحاولوا ما نخيبوش الظن تاعهم باش نديروا الجائزه الكبرى في هذا انيغما التحدي. وحنا ان شاء الله غادي نديروا جهدنا انا والصديق ديالي سي جمال، وان شاء الله نكونوا بارمي لي برومي ان شاء الله. كمال راجلي غادي يمشي غادي يتوحشوا، ولكن عندي فيه الثقه هو صاحبو، نتمنى ينجحوا ان شاء الله. ان شاء الله حنا ممثلين مدينه وجده، ونتمنى ان شاء الله نشرفوا المنطقه الشرقيه. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يوفقنا باش نمثلوا وجده باحسن تمثيل ان شاء الله. ما عافاك كاين حنا اجي من بعيد سهل عليك معنا. شكرا سمح لنا. كوثر وفاطمة الزهراء لعب الحظ لصالحهم، ولقاو المؤشر مباشرة قبل ما يمشيو يقلبوا على محمود ميغري. ميغري فين ميغري؟ ميغري هذا قبلنا. لا لا ما باش محمود ميغري، انا اوبليجا باش ناخذوا هذا. خويا ها جا جا جمال. اوكي يلا قدر عندك بالله قبل. الفريق اللي كان بين الفروق من البدايه تقلص بشكل كبير، ووصلوا كلهم في نفس التوقيت تقريبا للمؤشر في الودايه، وهذا غادي يزيد من حده التنافس. لقيتيو؟ لقينا اخو شكرا. قال لنا غتعطيوه بيد دران هو انا ديك الزي انا وكلا الزي الا مشات هذه غنخرجي ما نكملوش. حده التنافس غادي تزيد من توتر الاعصاب، وتسبب احيانا في عدم التركيز. الخريطه كنا غنشوف فيها. انا سميتي لبنى بوشكرة في عمري 23 سنه، وانا سميتي هاجر روف في عمري 23 سنه. قررت انا وصاحبتي باش نشارك انيغما التحدي ونخوضوا هذه المغامره، حيت عزيز علينا المغامرات والسفر. بالنسبه للهوايات ديالي كتعجبني نجلس حدا البحر، تعجبني نلعب الكره، تعجبني الموسيقى. انا ولبنى منسجمين مع بعضياتنا، زعما عندي احسن صديقه كنلقى فيها كل شيء، كنرتاح معاها ملي كنعاود ليها. واخا سريعه الغضب ما كنتقلقش منها، حيت لو فون ديالها زوين بزاف. كنتمنى ان شاء الله نحترم الراي ديال هاجر وتحترم الراي ديالي، ونتحملوا بعضياتنا، حيت ضروري غيكون واحد شويه ديال العصبيه، شويه ديال غنكونوا متوترين اكثر واكثر. الله نزورو تاع والديهم ان شاء الله. كتخاف شويه من الظلام، كتخاف من البلاصه الخاويه. الحاجه اللي كنصح بها بنتي لبنى في انيغما هي تصبر، تصبر وتشجع، واخا تعيا تشجع. شحال فيه؟ 15 يوم. برنامج
هجرة شويه كتقلق ديما المغامرات ياك جاز ما نخافش من هادشي. انا الحاجه اللي كنخاف منها هي ديال الرياضه. خصها سبور، دير سبور مزيان باش توصل. هي رغبه وانت طموحه اصلا وكتحبي شويه السفر وكذا وكذا. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله غادي نتبعوك في التلفزيون وغتبعك العائله ونشجعوك انت والصديقه ديالك. الوليدات بغيتوني نربح، يلا شجعوني. انيغما تنقول للكونديدا اللي معانا ان شاء الله حنا اللي غندو انيغما ونمثلو مدينه قنيطره احسن تمثيل. احنا ما كنعرفش نعوم غنغرق. اجي غير من هنا قبضي في الحجر وهبطي غير بلاتي عليك. ما يجي شي واحد يشد فيك. اجي انا. سلام سي محمود. كوثر وفاطم الزهراء بان باللي ما فهموش بشكل جيد قانون اللعبة، لأن الدور ديال الصورة اللي كيعطيها محمود ميغري الفروق هو تعاونهم يلقاو المكان فين كاين المؤشر، ومادام هما لقاو المؤشر بالصدفة فالصورة ما بقى عندها حتى شي أهمية، والمرور عند ميغري ضيع لهم الكثير من الوقت. سي كوا سا؟ سي بورت اون الباب الكبير هذا. لا سي غادي نقلبوا على هاد لابورت. فوالا و زالونتور دو لا غروند موسكي. الو حنا دابا نمشيو للباب الكبير غنغلقوا هاد الكبير غادي نقلبوا على لا غروند موسكي. فوالا لا غروند موسكي. نقلبوا على الباب. الباب اوتور دو لا موسكي. اوتور دو لا موسكي. يا دي رويال دي تروكي فوز الي تروكي. تخوا زيكيب يدازو عندك ياك، حنا لي تخوازيام ولا حنا لي كاتيام. شكرا بزاف. شكرا. شكرا. الله يسلمك. الوقت اللي غادرات كوثر وفاطم الزهراء منزل ميغري كان فريق عثمان ونبيل عاد وصل، ورغم ذلك استطاع يغير من الترتيب مدام هو اللي كان اخر من غدر شاله. باسيل مي فيت اتونسيون اون مارش. اوكي. ils sont là. merci beaucoup. فيت اتونسيون اون مارش. اون مارش راه عالي هنا. وي. الليمن. هادي. فريق نوال والياس اللي غدر شاله هو الثالث جاء في الرتبه الاخيره يعني السادسه عند ميغري. بونجور. J'ai fait cinquième. Ouais, tu peux. Vous allez bien, vos tickets. Alors voilà le plan. Dans cette porte, elle tourne autour de la grande mosquée. Des ouvertes. C'est tout autour. Il y a des ruelles, des portes. Donc essayez de retrouver ça. On va, quotidien, vous. Oui. On va essayer de trouver cette porte avec cette le vase. Cette ruelle, voilà. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors, c'est autour de la grande mosquée des ouvertes. C'est dans les environs, dans les ruelles, dans les trucs. Salam alaikum, bab dir sama Allah. Ah, bah un deux groupes, bah un jour. Bah un deux groupes. شحال كنا ستة حنا الرابعة الاخرين. خصنا دابا خصنا نربحوا في الطريق انا هذه. في الطريق خصني نربح انا. انا حتى حشومة عليك يا شريف، الله يحشومة عليك. لا بغينا لا هو هو هذا الطابلو. صافي. شكرا اخويا الله يحفظك. شكرا اخويا الله يحفظك. نبقى التصويرة وحضرين بان انا في الصورة. خديناه يلاه نرجعوا خديناه. لا كمود موسكي. صافي هي هذيك قرب قلبي. صافي لقيناه. فين هو؟ لقد ما خديتيش صافي. كوثر وفاطم الزهراء ضيعوا الكثير من الوقت في الوداية. بحثنا على صورة المكان اللي فيه المؤشر اللي سبق لقاوه بلا صورة، وكان خاصهم وقت طويل باش يفهموا هذا الأمر ويستوعبوا الموقف. لا 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 طيح والو خويا خويا عافاك عافاك. نهاية مرحلة وبداية أخرى، كل فرق غدرت الوداية وكلها اختارت نفس التكتيك، إيجاد وسيلة نقل البلوغ أقرب طريق مؤدي للمحطة التالية المحمديه. سبقه الله يرحمك الوالدين اختك. اه دوز ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل الحمد لله. عندك غاده اختي محمديه. لكن الحظ اللي ابتسم لهجر ولبنان ما كانش بجانب باقي الفروق او اغلبها،
يعني سفر مباشر لمحمدية من دون توقف. شكرا أختي، الله يرحم لك الوالد. قلتي فينا وحدنا أختي بزاف والله. شكرا أختي بزاف والله، راه قلال الناس بحالكم. وادي بخاطر منى. ربي ربي كويس. زين محمدية لا غادي نطلع نزلو في تمارا غادي نطرق البحر. الله يحفظك خويا. مرحبا. نعاونوك اخويا، نعاونوك اخويا. اهو اخويا الشينه ديالك، الله يرحم لك الوالدين. سير الله يحفظك اخويا. تما 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 نقربنا شوية. الله سهل لنا في واحد البنت بأنها داتنا مسكينة، وخا وقفت بها طنوبيل أمبان قالت لنا بأنها غنمشي للبومبا. ساعة احنا ما خليناهاش، احنا السبب ديالها، وبقت هي في الطريق فتسلة. السفر المباشر لمحمدية ما كملش، وتوقفت السيارة ورجع الفريق لنقطة الصفر، يعني البحث من جديد على وسيلة نقل. شريف، السلام عليكم. محمد محمدية راكم في المسابقة. شكرا منى. شكرا سيدي، الله يحفظ لكم والدي. يلا شويه زيد غير. السلام عليكم. الحظ رجع مره اخرى لعند لبنى وهاجر، ولقاو النقل بسرعة بعد ما خسرت السيارة الأولى، بل وكل الفريق أكثر حظا مادام وصل هو الأول للمحمدية. ومعليش الله يرحمكم الوالدين. الله يرحمكم الوالدين. عندك فينا أيادي. هاي هاي زيد. السلامة. السلامة. يلا يلا يلا. حجر اللبنة، انتم تتمثلوا مدينة قنيطرة ياك؟ كي جاكم الساعات الاولى اللي عشتهم معنا في انيغما؟ زوين صراحه، زوين شويه التمرين، ولكن باقي ما شفتوا والو. بصح الحمد لله البدايه زوينه. غنخليكم ترتاحوا ونتلاقاو بعد ما يوصلوا الفراق كلهم. واخا فين نمشيو؟ تفضلوا معنا. السلام عليكم. السلام عليكم عبد الله. السلام عليكم. شتكم درتو؟ الحمد لله. ماشي فيكتوار من الاولين؟ نو ماشي حنا الاولين، ولكن حنا انا شاك يعني احنا من الاوائل. شاك حيت المؤشر خديته انا الاول. يعني صافي ودي غدا درت خلينا في الفرقه انا الاول. حنا وقنيطره. نعم يعني الا سبقونا قنيطره حنا كنكون الدوزيام. انتما تكونوا الدوزيام ولا التروازيام، هادشي اللي من بعد غنقول لكم شنو هي المرتبه اللي جيتو فيها. شكرا. تفضلوا. ميرسي. مشاهدينا الكرام، الفرق بستة وصلوا عندي لهنا البحر ليسابليت بمدينة المحمدية. الحمد لله على سلامتكم. تنظن أنكم بغيتوا تعرفوا شكون هما الفرق الثلاثة الأولين اللي وصلوا واللي جابوا لي الأكسسوار باش يمكن لهم يشاركوا في المسابقة الفردية، وعلاش لا يفوزوا ب 5000 درهم القيمة المالية ياك. غنبدا بنبيل وعثمان. نبيل وعثمان، كنتو نتوما من الفرق الاولين اللي شدوا الطريق لشاله، شنو جرى لكم من بعد؟ وي، فملي وصلنا لشاله ما لقيناش لوبجي كولون شيرش،
لاكسيسوار لاكسيسوار القلاند دي زوتر كونديدا د شكون ان دي زوتر كونديدا د ما عرفتيش شكون الفريق اللي خدا لكم لاكسيسوار ديالكم بلوس دينور وحنا كنقلبوا تما شحال ضيعتوا شحال نتوما تتقلبوا تمايا شي ساعه تما كان ساعه وانتوما تتقلبوا واحد من الفرق سرق لكم لاكسيسوار ماشي سرقوا وقال غلط غلط ولكن هذا اللي دا غلط عارف شكون راسه ولا لا اذا ما عرفتيش شكون الفريق اللي خدا لاكسيسوار نو نتوما اخر فريق وصلتوا عندي هنا لي سابليت اذا ما غتشاركوش في لو جو بغيتو تعرفوا شكون اللي خدا لكم لاكسيسوار وي وسبب لكم هاد الوقت اللي ضيعتوه كله هو انكم دابا ما غاديش تشاركوا في المسابقه الفرديه وي هما حداكم نوال والياس قلت لكم في حسان بانكم خاصكم تركزوا على المعلومات اللي تنعطيكم وتشوفوا الرود بوك وما ديروا حتى شي خطا قريتوا مزيان ملي وصلتوا لشاله الصوره شنو مكتوب فيها في اللور ديالها طبيعه الحال شنو كان فيها الصوره والاكسسوار على بعد 10 امتار على 10 امتار انتم انتشرتوا اكثر من 10 الامتار اذن عندكم عقوبه عرفتي شنو هي هذه العقوبه هاد العقوبة هي هاد الخنشة ديال الرملة في 10 كيلو غادي تهزوها معاكم تتكملوا المرحلة الأولى من برنامج إنيغما التحدي لقيتوا الأكسسوار؟ وي لقينا فين هو؟ ها هو ولكن الأكسسوار ما ينفعكمش لأنكم ما غاديش تشاركوا في المسابقة الفردية جيتوا في المرتبة الخامسة كوثر وفاطمة هاد الصباح درتو كلشي بالمقلوب ما فهمت والو تتقلبوا على السارو جاي لعندي تتقلبوا على السارو للساكادو مشيتو تلفتو كلشي كلشي المشكل ديالكم انه الرود بوك ما قريتوش مزيان كمال وجمال انتوما اخر فريق مشاو من حسان لقيتو لاكسيسوار حنا لقينا واحد لاكسيسوار في البريمتر تاع 10 متر اللي قلت لنا عليه جبرنا فيه اكسسوار فيست حوايج دي زاكسو دي حوايج دو فالور هنايا ستاك مسوسين زينا محسبناهم جبناهم معنا فيست فيها بورتابل فيها بورتابل فيها لاكارت ناسيونال فيها المسائل فيها دي زوبجي كانوا في البريمتر اللي قلت لنا عليه انت اسيرونس كاتر فيزيت اي واحد يقدر يهزهم يجيب كمال جمال ها يلا جمال صاي صاي جمال يلا 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 ريكوبيرو لو طون بيردي يلا يلا بغيت نقول لكم تظنوا بان بورتابل وفيست ولا كارت ناسيونال كانوا غادي ينفعوكم ديروا بهم سي بوسيبل تقدر هذه انيغما تقدر اي حاجه ممكن فيها انيغما هذه حاجه تقدر اذا تنتمناو بان انتم يا العقوبه ديالكم غترجعوا دابا يا لا لا تنضحك معكم حنا غادي نردوا الاكسسوار للمكان ديالو ندير ماليهم بعدا مع الاسف لانكم كنتو انتم جيتوا في المرتبه الثالثه ولكن ما كانش عندكم الاكسسوار ما غتشاركوش دابا عبد اللطيف وعبد الله تبارك الله عليكم غادرتوا حسان في واحد السرعه فائقه انتم من الاولين اللي وصلتوا لشاله وصلتوا تقريبا في كاع المراحل انتم الاولين كان عندكم الحظ كذلك في الاوتوستوب ياك اذا عبد اللطيف وعبد الله غتشاركوا في المسابقه جيتوا في المرتبه الثانيه تبارك الله عليكم هاجر ولبنى تقاتلتوا باش توصلوا للمرحله ديال اليوم واخا تحت جوج المرات شنو جرى لك تحتي زلقتني السبرديله ايوا كون حيتيها لا ما يمكنش ها وانت رياضيه كبيره لا وكان وقع لي مشكل مع الاخ شكون الاخ بغيت ندخل انا الاولى وكيقول لي لا ساعه دخل هو الاول حيت صحيح عليا ما قدرتش ليك سمحي لي هو قانون اللعبه هو انني سبقت انا لهذيك البلاصه حنا من الاوائل اللي دزنا انت عبد الله انتم الاولين اللي دزتوا من الاوائل دخلنا في دخلنا سميتها الودايه
واخا واخا نسمعها هي. ولكن انا قلت ليه السميه ديال الراجل هو ما كانش عارفها وسبقني ليها. هادشي اللي بقى يعني في الحال قلت انا عرفنا راسنا حنا الاولين بغينا نتعرفوا مع بعضياتنا. ماشي مشكل انا قلت كون كان هو الاول السيد يعني من هاد الجهه دفعنا وعفط عليا و... شوف هادشي كل شيء هكا كان ما عنديش مشكل. ما عندك مشكل ياك صافي على بان صافي يلاه yeah. باش نصفيو بالعكس yeah. كنتمنى لكل شيء يشارك من قلبي انا ماشي نتوما الاولين اللي وصلتوا عندي هنيئا لكم. نتوما يا اللي ما مشاركينش هذا ما تعنيش بانكم تقصيتوا من البرايم الاول باقي لكم مسابقه الجماعيه. اذا مشاهدينا الكرام شكون هما الفرق الثلاثه عرفتوهم ولكن مازال ما عرفتوش شكون اللي غادي يفوز في المسابقه الفرديه للقيمه الماليه ديالها 5000 درهم يعني 100000 ريال. اذا هجر ولبنى وكذلك عبد اللطيف وعبد الله وكوثر وفاطمه انتم غترتاحوا ونتلاقاو بعد قليل. اذا هذه المسابقه الفرديه اول مسابقه في البرايم الاول من الموسم التالي ديال البرنامج انيغما التحدي. شكون اللي غادي يفوز ب 5000 درهم غادي نعرفوه بعد قليل. هذه المسابقة سميناها لعبة صومعات ثلاثة. كل صمعة فيها الراية ديال كل فريق. القانون سهل، في البداية خاصكم تاخذوا الرايات اللي موجودين تمايا، ولكن باش توصلوا لدوك الرايات خاصكم تاخذوا السيكان اللي كاينين تما، ولكن باش غتطلعوا للسيكان تمايا خاصكم شنو خاصكم؟ خاصكم سلوم. السلوم هو كاين، ولكن خاصكم تمونطيو السلوم. علاش قلنا لكم خاصكم تلقاو الاكسسوار اللي غادي ينفعكم باش ديروا السلوم. كل فريق ملي غادي ياخذ ساك ويحطو ويهز العلم ديال اللوند ديالو ما يردوش في بلاصتو، خاصو يحاول يقصي فريق اخر. الفريق اللي غيكون عنده الرايات بزاف يعني ثلاثه الرايات غيتقسم اللعبه، ولكن بغيت نذكركم بانكم ملي غتطلعوا تهبطوا خاصكم تهبطوا الساك بساك، ماشي تجمعوا السيكان كلهم وتهبطوا بهم في دقه واحده. تهزوا الساك بساك تحطوه، تهزوا الرايه وتحطوها في الفريق اللي بغيتوا يتقساو. الفريق في الاخر اللي غادي يكونوا عنده اقل ديال الرايات فوق السمعه ديالو هو اللي غيربح 5000 درهم يعني 100000 ريال. مستعدين؟ غنطلب منكم اولا تحطوا لي ساكادو ديالكم، وكل فريق يمشي المكان قدام اللون ديال الرايه ديالو. اذا مستعدين؟ مستعدين. 5 4 3 2 1 زيد بغيت نذكركم السلامه ديالكم، حاولوا تدخلوهم مزيان شويه عليكم شي خاصنا زعما قالك كوثر كوثر تسخب كوثر جيران انت طيحتي كل شيء ما طيحش انت ما كتعرفش بالوحده بالوحده اي عندك عندك هاجر بناك انت تقطع لي صبعي كلشي مزيان بلاتي هذا غادي مزيان سي بون. فريق عبد الله وعبد اللطيف مازال في المقدمه وسالت ركاب السلوم. هذا اللي ما دخلش حيدي حيدي ما يدخلش عاد شويه عبد اللطيف وعبد الله السلوم عندكم 4 ديال المتر عندك دوخ طيح لينا. حاولنا حنا قسموا الخدمه ديالنا صوبنا تعاوننا على التركيب ديال السلوم ومن بعد قلت لعبد السي عبد اللطيف غطلع وغتمد ليا وانا غنمشي وغنرجع. دي هادي إذن عبد اللطيف وعبد الله تنظن أنهم بغاو يقصيو هجر ولبنى. خسرنا نحن الأولين وكنا عارفين بلا يقصيونا حيت شافونا جينا نحن الأولين وكنا مع بعضياتنا في نفس البلاصة في الودايا يعني وسبقنا في الأوتوستوب أننا أثرنا عليهم جينا الأولين بغاو يقصيونا باش يحيدونا من الطريق. عبد اللطيف وعبد الله غادي يديروا العالم الثاني في الصاع
الصومعة ديال هاجر ولبنى. صافي شوفي هاجر باش غادي ندي بلاصه واحد الفريق لا خصنا نبذلو واحد المجهود كبير. خسرينا اقرب قلعه للقلعه ديالنا هي اللي كانت ديال الفريق القنيطري. تمشي بلا تعطي عليها غيطيح. عاودي دخلي بشويه كوثر. وكنحاول ندخلو ماشي كنحاول نلعب. اش ضربيني حسن؟ واش ضربي صاحبتي ويلي؟ مابغاش هذا صافي. ما فهمتش علاش هذوك العصي اللي عطاونا ما عاونوناش. الكروح تاع داك اللي كندوروه ما عاوناش. كنهبطوا السلوم كنحاولوا كنكروزو نهبطوا فيه في طمزره كضرب 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 والو ما بغاش يهبط. هز معايا. ما يهمش ما عرفش شنو المشكل. كان هادو قراب لينا باقي اليوم يديروا العالم تاعنا. قلبوا حيا السلوم ثقيل علينا قلبوا على بزاف اقرب نقطه. أوه. إذا تقصيتو المهم جينا الاولين واخا نتقصى بعدا درت واحد المجهود ما يبقاش فيا الحال. قصينا الفريق الاول ومكمل الاقصاء ديالو بشرنا بالاقصاء ديال الفريق الثاني. ما كانش عندنا واحد الهدف اننا نقصيو واحد الفريق معين او لا دون الفريق الاخر. هذا بالعكس السلام هو اللي حكم على هادشي. حنا غيقصونا. يلا عطي ما عندناش الوقت ديال النفس. يلا خويا يلا بقى عليهم السلوم. سير طلع 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 هكا هكا طلع هنا طلع روح عليك مالي ديك اخويا شوية بيا شد اوكي هبط شد بيا صاحبي شوية عليك شوية صافي مقعدنا والو راه باقي مضاربين معاها واو جبت الربحة ضربكم مني عبد اللطيف وعبد الله باغي نقصيو كذلك كوثر وفاطمه. حنا راه ما غلطناش ولكن هادشي راه قصاو ما غلطنا والو ولكن شي انا ما فهمتش علاش كي عصبني يا بزاف. هو هذا العالم الاخير وتنظن غادي يمشي به لعند كوثر وفاطمه. داكشي اللي غيدير هذا لو جو يعني كيف تقصينا ولا ربحنا كيبقى لو جو سواء ربحنا سواء تقصينا. غتقعد هناك ركابي. لا صافا اذا هنيئا لعبد اللطيف وعبد الله الصحه والراحه. اجيو لعندي صحتكم. هذيك الصحارة 100,000 ريال صحتكم. بارك الله عليكم. صحارة حنا سعداء اللي سعفنا الحظ وتأهلنا في هذه اللعبة وخدينا قلادة أو الشاشية كتسوى 5,000 درهم. هذا كيزيد يحفزنا وكيزيد يعطينا واحد الروح معنوية وقال غنلعبوا المراحل التالية بارتياح شيئا ما. إذا غنطلب من الفرق تحقوا بي الان هنايا مره اخرى تنقول لكم الصحه والراحه. 100,000 ريال بارك الله فيك. نسيت ما قلتش لكم بان الفريق اللي كان غيفوز باللعبه الفرديه ما تربحش عن 100,000 ريال، تربح هذه الليله اقامه في اوتيل فاعل تارك. وانتم غتلتحقوا بالفرق اللي ما شاركوش في اللعبه الفرديه غادي تباتوا هنا في لي سابليت في الخيام. انا غنجي غدا الصباح باش نديروا المسابقة الجماعية. تنتمنى لكم ليلة ممتعة تهلاو في راسكم وانتم تمتعوا بهذه الليلة. إلى اللقاء وشكرا. ماشي مهم. المرحلة الأولى هي اللحظة اللي كيكتشف فيها كل فريق الفرق الأخرى وكذلك القدرات ديالو ويقارنها مع قدرات الآخرين، ولذلك ما كانش سهلة بالنسبة لجميع الفرق. الشيء اللي كينطبق طبعا على فريق عبد الله وعبد اللطيف رغم الفوز ديالو باول لعبه فرديه وما بيتو في الفندق على عكس الفرق الاخرى. بسم الله.
هادشي رائع يا سي عمر. بعد العمل ديال اليوم وداك الشيء اللي درنا اليوم ما مشاش هباء من تورا، جاب النتيجه. الله بديها ارتاحوا شويه. الله الله. الفروق اللي تقصات من اللعبة الفردية واللي كان خاصها تبات برا عاشت أجواء أخرى. بغينا نشاركوا مع الانيفيرسار ديالها وميم طون ناكلوا غاتو باسكو توحشنا الحلوة. حنا مشينا شي حاجة حلوة قلنا نشاركوا معاها الانيفيرسار وميم طون ناكلوا والحمد لله داز كلشي مزيان. Merci, et je vais à l'anniversaire. Merci encore une fois, c'est une belle affaire. Merci beaucoup. Inch'Allah, y'a le bain. Qu'est-ce que c'est pour dire? Je suis en train de faire. Je suis en train de الفروق اللي تقصات هذا اليوم كان عليها تقلب حتى على عشاها وماشي فين تبات فقط، وكل فريق وجب لي حظه. شي مشكل هو لا علينا طيبنا بزاف عبد الله وعبد اللطيف دوزوا ليله جد مريحه عكس باقي الفروق. يوم جديد وهو ثاني يوم في هالتحدي. السؤال واش غادي يعاودوا نفس الانجاز حتى اليوم؟ يلا كوثر حجلي صبح ضارين اختي. نعسي مزيان شويه. انا اختي ما نعسش مزيان ضرني ظهري. تكرفصنا مع الارض ما مقاداش و وساكت كوشا جوا كيدور هكا وحنا كندورو هكا. شكيلة مخدة ما كايناش حتى ما عرفتي هاد البلاصة كلها كضر خصنا كاع معنجين الظهر العنق الكتاف. أحسن حاجة أنا تفي خالتي الكار ما كاين ما كاين ما والو انتي وراسك. كوثر طلحي 22 سنة ممثلة مدينة أسفي. فاطمة الزهراء عامر ممثلة مدينة أسفي طالبة. كيف ما شفتوا هذه هي رياضي اللي كنمارس وهي اللي حفزت نشارك في برنامج إنيغما أنا وصاحبتي باش نواجه كل ما هو صعيب نواجه كل الحواجز وغادي تلقاونا في الفينال. هذه هي رياضة اللي كنمارس رياضة الكاراتيه. عندي الحزام الأسود وكيف ما تحديت نفسي في المرة الأولى وخديت الحزام الأسود في الكاراتيه إن شاء الله غنتحداو وغادي نوصلو إن شاء الله في برنامج إنيغما. اختاريت نشارك أنا وصاحبتي فاطمة الزهراء في برنامج إنيغما حيت متفاهمين بزاف كنكملو بعضياتنا. الحوايج زوينين اللي في فاطمة الزهراء سي كو كتسمع الهضرة نهار كنحتاجها كنلقاها ما كتقولش ليا لا غير هو شويه كتخاف من الظلام. بالنسبه ليا اختاريت صاحبتي كوثر حيت هي ماشي غير صاحبتي لكن هي اختي كليا نعول عليها بزاف الحوايج. بالنسبه للحوايج الزويونين في كوثر ديما كنضحكوا هذه هي الحاجه اللي كتعجبني بزاف. الحوايج الخايبين في كوثر كتعصب. انا فرحانه ان هاد البنيات جاب لهم الله هاد المسابقه انهم يلعبوا فيها
ويستعدوا لواحد المرحله جديده في حياتهم، وكنتمنى الله يسهل عليهم ويوفقهم في هذه المسابقه ان شاء الله حتى النهايه. فاطمه الزهراء وكوثر صحابات شاركوا في هذا البرنامج، بغاو يتحدونا ويتحدوا نفوسهم، وكنتمنى لهم الله التوفيق والله يسهل عليهم. يختار الرمله هي الزوينه دروني انا هنا انا تنتي زوينه الجو والله يلا نمشيو واخا حمد يلا باش نستعدوا. ثاني يوم في اول مرحله، فرصه اخرى لجميع الفرق من اجل تحسين رصيدها من الجوائز والاستفاده من اخطاء البدايه ويحيدوا الدهشه اللي كتصاحب تجربه غير مسبوقه عند اغلبهم، ومنها المبيت جنب البحر. هكذا دير مستعدين اليوم مزيان اننا نشوفوا المسابقات ونغامروا مزيان. حطينا لي بوا اللي غادي نخدموا عليهم هذا النهار هذا، فان شاء الله داخلين بواحد السياسه ان شاء الله اللي غادي توفقنا وتخلينا ندخلوا حنا الاولين. صباح الخير عليكم، انا سعيد نتلاقى معكم في هذا المنظر الطبيعي الجميل. حنا في البحر ديال لي صابليت مدينه المحمديه، تنتمنى بان هذا النهار تكونوا مستعدين، لان في اخر المطاف اليوم فريق غادي نشوفوا واش غادي يغادر ولا غادي يبقى معنا في البرايم الاول من برنامج انيغما التحدي. اذا خاصكم اللغز باش توصلوا للنقطه النهائيه، ولكن باش تلقاو اللغز خاصكم تشاركوا في واحد المسابقه جماعيه. المسابقه سهله، هنا وراكم في البحر كاين صندوق مغروس في الماء، ولكن كاينه قنبه، خاصكم تجروا الصندوق بديك القنبه، غادي تفتحوا الصندوق. شنو كاين في هذا الصندوق؟ في 12 كره خشبيه، انتم 12 كل واحد ياخذ كره، من بعد غادي تصفوا وكاينه سله لهيه، غتبداو ترميو الكرات. الفريق اللي غيكون عنده العدد قليل ديال الكرات غادي ياخذ واحد العقوبه. شنو هي هذه العقوبه؟ هو يكون اخر فريق غادي يشد الطريق نحو اللغز، غيمشي مورا الفريق الخامس بعشرة ديال الدقائق. اذا مستعدين؟ صندوق موراكم، قنب هنايا، شوفوا كي غديروا. تفضلوا. باش يجاوب الفريق على اللغز خاصو يوصل هو الاول الجمل المساعده اللي عددها 6 ديال الجمل، وفاش يقراها يمكن ليه يمسح الجمله الاخيره، وهكذا الفريق اللي غادي يوصل بعد منه ما غادي يلقى جمله ناقصه، واخر فريق غادي يوصل غادي يلقى غير جمله واحده فقط، الشيء اللي غادي يصعب عليه كثير يجاوب على اللغز. ولهذا كل ما كان الفريق سريع غادي يوصل هو الاول وقبل الاخرين. الله واحدة معنا لا سبيسياليست فهادشي ديال الدار البيضاء ديالي هذيك ويلي شفتها. هاجر ولبنى على بركة الله، خاصكم تعمروا لي 12 كرة هنايا، شوفوا شكون اللي غادي يوصل. يلا سير يلا هاجر ولبنى، ديروا لي باش ندير لكم كروه هنايا. ما بغاتش لبنى، عافاك ركزي ركزي. انتم نعستوا في لوطين مبرعين مع راسكم رابحين 100,000 ريال، خاصكم تكونوا فرحانين وتوصلوا كل شيء مقاد. عبد اللطيف ما تيبغيش يركز، قال لك اللي تركز عاد تيزقلها. يلا جمال يلعب بولينغ دابا جمال. بارك الله عليكم. إذن أول نقطة. ريش الضحكة. أنتم رجال حشومة زعما. لا ولا ولا فين عمو اختي؟
تفضلي زيدي قدام. جل الفروق فشلات تدخل الكرة بعد الكثير من المحاولات ودوزات وقت، وكان من الضروري تعطاهم فرصة إضافية. كانت محاولة ناجحة والكرة لا 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 ودي يلا 8 الصباح باقي النار طويل. عشتي يلا كرة لا 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 اجي 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 قولي باش تعشيتي البارح اصلا نعرفك شنو كلتي البارح تشي بانيني تاع الكفته بانيني الكفته هو اللي خلاكم تربحوا اليوم. اذا مشاهدينا الكرام بغي نقول لكم بان لا بغيتوا تشاركوا في شي مسابقه رياضيه هذه نصيحه من فريق ديال كوثر وفاطمه الزهراء تعشاو بانيني بالكفته نوال زيري راه عندك 10 الكيلو ديال الرمله تتسناك انت وراجلك عرفت صدمي لي العديان غادي نمشي نجيب الحطاوش وغادي دابا انتم قرب من الهدف زعما الا ما بغيتوش في هاد الجولات ساليو يعني وي عبد الله تبارك الله عليك عبد الطيب تبارك الله عليك اي برافو عبد الطيف عبد الطيف ثاني مره دابا انت يا اكزيكو مع فاطمة الزهراء المرحله النهائيه ديال البرايم الاول طريق طويله والوقت اللي تضيعوه راه مهم بالنسبه لكم برافو الياس تبارك الله عليك خمسه هيا العين خمسه كنا تنتمنوا اننا نخشيو غير كره وحده باش ما نتعاقبوش ونمشيو ب 10 ديال الدقائق حنايا الاخرين ونزيدوا 10 كيلو ديال الرمله فكنا تنتمنوا غير نخشيو غير كره وحده شتي انتما بديتو تات دابا عندنا 6 واش جبتي لي وحده راتنيش انايا راتك سيجي بكورت نظرا لانكم ضيعتوا الوقت بزاف وعاون نذكركم ان هذا الوقت تضيعوه راه محتاجينه بزاف زدتكم نص متر يعني نص متر فيه الكفايه صافي يلا تفضلوا زيدي قدام ركزي وحاولوا نكملوا دبايا هيا حداك ها هيا حداك يعني غديري العانها وغتمشي فوالا عبد الله تبارك الله عليك هاي 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 يلا بانيني حيد النظر والحرا حداك دابا هادي ديالك الياس هادي ديالك هاد الكره لا ما درتيهاش خاصك ترجع عند طبيب العينين واش تي شو ما نقولش بانيني انا نقوس عليك نقول انت فريق فاطمة الزهراء كنت تلعب البي في صغرها واخا قربت عاد صعب مدام الياس ناول تبارك الله عليك 3 6 9 10 11 بقى كره واحده كره واحده فير
إذن هاجر ولبنى جوج. ألو. إذن عبد اللطيف عبد الله ثلاثة، نوال إلياس ثلاثة، بانيني فاطمة الزهراء وكوثر أربعة، وهاجر ولبنى جوج. بقى كمال وجمال ونبيل وعثمان. ذلك نبيل. بقاو جوج فرق ما دخلوش الكرات. عقوبة كتتسنى فريق واحد، دابا العقوبة كتتسنى فرق بجوج. غادي يمشيو بعشرة دقائق مورا الفريق الرابع. الفريق الرابع هاجر ولبنى. صافي اتفقنا؟ إلا بغيتو تعرفوا فين كاين اللغز أجيو معايا. إذا بعد ما سالينا المسابقة الجماعية دابا خاصكم تشدوا الطريق للبحث عن كلمات اللغز. بغيت نذكركم ملي غادي توصلوا لعندي ويكون عندكم الجواب صحيح، أول فريق غادي يوصل عندي بجواب صحيح هو اللي غادي يربح البرايم الأول بقيمة مالية ديال 10,000 درهم. غتقولوا لي فين كاينين كلمات اللغز. كلمات اللغز كاينين في الدخلة ديال المدينة الجديدة على مسافة ديال 200 متر من المركب ديال الفروسية ليبودغوم. خاصكم تردوا بالكم تما كاين العالم ديال إنيغما. الرود بوك ولا بدا تقراوه مزيان لا بغيتو توصلوا لعندي المدينة الجديدة. أنا غنكون تنتسناكم في جديدة، ولكن مني غادي توصلوا للدخلة ديال المدينة الجديدة غتلقاو اللغز قدام عينيكم في ستة ديال الجمل. غتقراو الكلمات، عندكم الحق تمسحوا جملة واحدة. الجمل اللي مكتوبين بالأحمر ما تقيسوهمش. إذا الفراق الأولين اللي غادي يوصلوا غادي يقراو الجمل وعندهم الحق يمحيو كلمة أو جملة من اللغز، ومن بعد تشدوا الطريق لوسط مدينة الجديدة. غنكون بالضبط تنتسناكم بقلعة المدينة وباستيون دو لونج. كاينين جوج فريق اللي غادي يبقاو يتسناو حتى يدوزوا 10 دقائق، هما كمال وجمال ونبيل وعثمان. ولكن قبل ما نقول لكم انطلقوا عندي واحد الكادو هنا تيتسنى الياس ونوال، 10 كيلو خاصكم تاخذوها. اجي تهزها. إذن قبل ما نخليكم تمشيو ملي تكونوا شادين الطريق المدينة الجديدة تكونوا راكبين، حلوا داك الرود بوك وقراوه مزيان وتمعنوا مزيان، راه الجواب إلا عرفتوه راه تلقاو الكلمات اللغز. متفقين؟ نبغي نذكركم بأن أول فريق غادي يوصل عندي وعنده الجواب صحيح ديال اللغز هو اللي غادي يفوز بالقيمة المالية ديال 10,000 درهم، يعني مليون سنتيم. متفقين؟ خاص يجي في الأول الأول ويجيب معاه الجواب صحيح. مستعدين؟ إذن انتشروا. يلا عبد الله. بدا التنافس مرة أخرى من أجل الظفر بوسيلة نقل بسرعة للوصول للوجهة التالية مدينة جديدة، لكن التأخر كان سبب في توتر بعض المشاركين. تحي اختي اختي عافاك عافاك. لبنى وهجر ما فكروش بعمق في المكان اللي خاص يشدوا منه المركوب، وبالتالي مشوا في الاتجاه الخاطئ، الشيء اللي عطلهم اكثر. السلام عليكم خويا، مشاركين في المسابقه خاصكم تعاونونا. الحدي المحمديه لا هنا طريق جديده من هنايا، وتقربنا شويه طلع نيشان. صافي اخويا شكرا. طلعوا معاه كنضيعوا في الوقت. شنو قال لك؟ تيطلي وصلنا المحمديه وهبطنا. كاش غتوصل المحمديه هاجر؟ ناخذوا طروس. لا هنا فين كنوقفوا؟ هنا فين كنوقفوا؟ صافي اخويا شكرا. لا وصلنا وناخذوا جديده حمقان. انا جديده فين غاديين حنا؟ هنايا اللي كيكونوا دايزين ترونسبورات داخل في المدينه. كي قربنا الوقت هاجر في المدينه كي غنديروا؟ يلاه نمشيو نشدوا اوتوستوب نمشيو. لا اختي رايك فين غنمشيو؟ كون خليتي هي وصلنا يا صاحبتي. عفكا اختي
عافاك عافاك وقف خويا خويا ادير فينا بليزير ما تقول لي طلعي 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 مش محمد انا ام موسى جديده اجي اختي نمشيو ما لقيناش ترونسبور وصلنا لكازا وناخذو جديده راد بوكا فاصحى عندي صبر ديتك نسيت شي قالي ها هو سيربي خويا الله يخليك سيربي الله يسهل عليك الله يسهل عليك شكرا نبيل وعثمان كمال وجمال 10 دقائق كملات يمكن لكم تفضلوا كمال وجمال رغم انهم انطلقوا متاخرين بعشرة دقائق قبل السيد اللي عشاهم البارح يديهم مباشره الجديده لوطوروت الله يحفظك ما لقينا صعوبه في لوطوستوب الحمد لله لقينا ناس اللي وقفوا معنا ولا طور الدل الجديد الله دير كازا بعد عطنا في البي نبي الحركات 23 في 3 اني اون اكسيون كوميرسيال اي ماركتينغ ثمان نجمي 22 سنة طالب اون 3 اني اكسيون كوميرسيال اي ماركتينغ السباحة كنت نمارسها من الصغر ديالي السباحة معروفة رياضة مزيانة للذات للجسم ديال الإنسان كيقول لك العقل السليم في الجسم السليم تزاديت وسط عائلة كروية بديت الكرة الاج دو 8 في فريق رجاء البيضاوي كتكون واحد الشخصية من كرة القدم اللي حيت فيها راحت المنافسة القتالية هذيك القتالية منها ملي كتكون الراجل وابار سا انك كيولي عندك نيسبخي دو جروب ولا نيسبخي ديكيب ما في انيغما حنا عارفين غادي يكونوا غادي نعيشوا مواقف صعيبه وغادي نتعصبوا وغادي يكون شويه ديال المشدش كلامي ولكن اون فاسون سورتير زعما في انيغما راه لو برينسيپ ديال اللعبه هو هذا هي القتاليه والمنافسه هي اللي ان بو سيفير دور parmi les phobies ديالو كيتعصب نبيل في الشخصيه ديالو ديما ضحك ديما واخا يكون عندنا المشاكل وهداك الشيء اكبر مشكل عنده هو مع لي شيان والكلاب قصه من الصغر كان عندي شي مشاكل مع الكلاب فوق السط خطرات حنا مديورين لبعضياتنا باش واحد يشجع الاخر هو ديما ناشط انا بعد مرات كنكون ان بو سيغي ما كنتمنوا لك وليدي تكون ان شاء الله المستقبل تكون من هذوك الجوج اللي رابحين تكون واحد فيهم لا ماشي ضروري الربح وكنتمنى ليه في التوفيق لا هو لا الصديق ديالو وعلاش اللي حقوا نتيجه الفوز بهذا البرنامج الانيغما نبيل وعثمان 3 سنين هما تيقراو معنا كنتمنوا لهم حظ سعيد في المنافسه وكنتمنوا هما اللي يربحوا نتمنى لهم هما اللي يربحوا هذه المنافسه هذه ربي يصلح رايه اجينا عافاك الله يرحم الوالدين سلام عافاك مساء كيف واحد البرنامج عافاك وصلنا معاك لهنا وصلنا لكازا الله يسلمك في غادي واخا الله يرضي عليك تمشيو لو بوين لان الناس يحاولوا يكونوا واقفين فيه ما يكونوش غادين يقدر ينقص من الفيتاس مثلا مشينا للبياج دونك خدينا الترونسبور من البياج شي الناس ديال كازا داروا ميم استراتيجي فوتونا لا عافاك واحد 200 متر عافاك الورقه فين هي الورقه عطيف ركز عندك الورقه عطيتك الوراقي عبد الله الله يرحم لك الوالدين ديال بوزو ديال بسكوره كازا بلا حطنا حدا قريعه جيت لوطور صافي واحد البرنامج الله يحفظك غادي نحطها بعدا في كازا ما خداو هذاك السيد اللي هزو هو حنا اللي درنا ليه لوطو ستوب فبالسرعة اللي كان جاي صعيب باش يوقف فبعد علينا واحد شوية عاد وقف وكان حدا الناس ديال الدار البيضاء اللي سهل عليهم أنهم يركبوا مزيان خويا عافاك انت يا وخا لا سير صافي طلع عامر دابا غادي نوليو ضايعين حتى في هادو اللي كيوقفوا هنا نوليو ضايعين فيهم حتى هما اخرين اللي جاي 120 اللي جاي 140 ما كاينش لا وقف هو اللي اقترح لنا نوقفوا في البياج قال لك لان الناس كيوقفوا تما وداك الشيء
اجي نشوفو بلاتي. قول لي جديدة. جديدة ولا كازا الله. إلا توت أفي غيزان 100%. غادي إن شاء الله تل كازا ياك. ضربوا إن شاء الله. ضربوا عزة. ضربوا عزة ياك. ضربوا عزة إن شاء الله. غادي نعطلوا ولكن ما عندناش البديل. ما عندناش البديل. البديل غنشوفو كازا إن شاء الله البليدة. الرجوع الى كازا كانوا لي زوطخ كونديدا ما داروش بحالنا راه غادي نزلقوهم كانوا داروا بحالنا راه غلب الله الله يس كازا الحمد لله لقيت لي ترونسبور من كازا الجديده واش غادي تما دابا الجور ولا الجديده لا الجديده حنا غادي حتى الفروسيه فين كان الفروسيه عرفتي ديك الفروسيه اللي في دخلت الجديده حنا غادي نتم ما كرهناكش حطنا حداها سير الله يسهل عليك ربي خليك شوي زيد لك عندك 200 متر من الفرنسي باش نقلب عليك تعانيك عفاك عفاك مشاركين في واحد البرنامج غدا الجديدة غدا الجديدة عفاك توصلين انا ومدام ديالي الله يرضي عليك هانتي سير تما وقفي انا نجي عندك صافي ها هو غادي يدوز السيد هاي غدا الجديدة يلا يلا سير 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 لو تراجي فكنا درسنا البارح انا ونا وقلت لها بالنسبه للتراجي انا راه عارف التراجي كيفاش غادي يمشيو جديده آه. الياس الحسني 27 سنه مسؤول تجاري نوال الخرموش 22 سنه وممثله شركه في احدى نقاط البيع هذيك اكثر من سنه وحنايا مزوجين فتنتقاسموا اي حاجه العمل في المنزل تنخرجوا بجوج يعني مشاركين اي حاجه ديما مشاركين تنسافروا بجوج حتى الخدمه ديالتنا تقريبا مقاربه لبعضياتها هو مسؤول وانا انا بحال تقريبا بحالو يعني ديما انا وياه بجوج حتى دابا فاش قررنا نشاركوا في انيغما قررنا انا وياه نمشيو بجوج باش نشاركوا بجوج والشخصية ديالته مزيانة غير هو معصب شي شوية ولكن ما خصوش غير الحاجة اللي تعصبو فمشي من كلا كنتي غادا معاه مزيان ما غاديش يتعصب نوال هي الإنسان الوحيدة اللي تتفهمني بزاف تتعرفني الوقت اللي كون طالع لي الدم تتعرفني علاش طالع لي الدم أنا بصراحة ماشي أنا الأولى اللي جاتني الفكرة إلياس هو اللي جاتو الفكرة وفاش قالها لي أنا تشجعت أنا نمشي ليها اللي خلاني نشارك في إنيغما هو أنه تعجبني المغامرة بزاف تعجبني المغامرات المنافسة فهاد الأسباب هادو هما كانت كافية باش حتى أنا نقدم راسي ونقدم زوجة ديالي لأن عارفة أنها الإنسانة الوحيدة اللي تقدر تعاونني في هاد المغامرة هادي هي من بين الأهداف اللي مسطرينها هو الفوز بهاد الجائزة هادي وتنتمنى من الله ما يخيبناش بالفوز فيها فكاين هدف شنو غادي ندير ليه هدف أسمى إن شاء الله هو أننا نشري الضعف شو دخلتي هاد السؤال من السين وعمان؟ المازور مقادة سوء الحظ ديالنا هو أنه تقاد لي المازور تجهنا المحطة ديال البنزين ولقيناها بأن ما كتخلصش هي بلا كارت تسطلنا صافي هاد المحطة الوقفة هادي هاد الوقفة راه ماشي الصريح ديالنا لا 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 مش نمشيو بحال هكا طيب ما عرفنا شكرا اخويا نوقفوا هنا في هذه الطريقه اخويا شكرا هنا نوقفوا شكرا اخويا الله يعاونك شكرا سخرينا الله يرحم والديك ابقينا هنا وصلنا تحت ياه سلام خويا عفاك جديدة جديدة لا برشي لا عافا سا واحد البرشي مزا غادي جديدة أوه يلا يلا بونسون فرحنا بقات سلام شاركين واحد المسابقه حنا بغينا نكون السنه جديده حنا غادي نبروش والو جديده حنا سيغ
خاصك تنزلي تعطلنا بزاف. ماشي هذه لوطوروت؟ لا هنا ما كاينش اللي غيدوز من جديد. بصح كاينه راه هي هذه المصاوب. ماشي حتى صعيبه ولا خصها شي قوه ولا بانك تجري وخصها بانك التركيز. جديده عافاك عافاك ناو وقف وي خويا جديده خويا هذه. شكرا 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 بعد صعوبه خويا شكرا. خلي مت لي انا سخفت كامل. نزل في ساعه وكان ما نبيعوش نزل. يلا نزل لا حول ولا قوه الا بالله. بالمقابل جمال وكمال اللي دبروا على رحله في خط مباشر مرتاحين مزيان لدرجه انهم كيتوقفوا في محطه الاستراحه الموجوده على طول الطريق. جاونا ياك جاونا ياك خويا غادي توصل ان شاء الله باذن الله غادي توصل باذن الله باذن الله بسم الله. هاك الكلوب هذا ازيد شويه قدام فوتهم هما ملي غيوقفوا فوتهم باش نربحوا عليهم الوقت. صافي توصلوا راه وصلوا وجاده وجاده والله حتى وجاده وصلوا بالله مرقه وضربوا غادي بحال هكا تفو والله حتى وصلوا. ها هو ها هو ها هو ها هو معلم هاو داو داو. رغم تفاوت الوقت اللي انطلقوا فيه الفروق من المحمديه الا انهم وصلوا في نفس الوقت الجديده يعني حتى الفريقان اللي انطلقوا هما الاخرين استدركوا الفريق. السؤال الدفعه ديال البنت اسفي ما عرفتوش عفويه ولا غير دارتها عفويه ولا بغيتني ديرها باش توصل هي الاولى الله كيسامحك. استقرب قسمه الودايه التي اصبح تحياهم استقر بها بدايه القرن 17 هم مسلمون بالوراثه. هو هذا شنو هذا ديال الفروسيه؟ هو هذا؟ اه شوفوا وين يقمع فين كلامه حرام 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 هاجر منا ولي 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 كل شيء وصل غير حنا يلا نتاكلوا صحه حيهم استقروا شنو نشدوا هاجر. ما جاتني اوكين ايدي في دماغي هذيك الساعه لان السؤال سي تري 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 اونسيان. استقروا بقصبه الهدايه التي اصبحت حياتهم. فاتي وي يلا فاش مشينا وشفنا داك لابواط لقينا جوج مبارينهم كانوا وحدين اخرين ورانا سبقناهم. يلا يلا افريقيا الشماليه قرن 17 اكثر حب سمح لي باسيون دو لونج رد معايا البال دابا ها حنا وصلنا وصلنا للجديده هو هذا الخيل هو هذا رد معايا طل من نشوف من هنا وانا غنشوف من هنا ها هو ها هو كيقلبوا كيقلبوا سوا مسلم الله يحفظك انا احنا سنينا نعمه وصلنا معك ليه سير باش قراها صاحبي قبل ما يمسحوه سير انت سير انت سير انت سير جري 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 عبد الله جري جري قراها سلامتكم يلا 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 لبنى اسم قديم كان يطلقه الرومان على سكان افريقيا الشماليه هو احنا الاخرين فقدنا الامل في الوصول ديالنا عرفنا راسنا وصلنا متاخرين استقرت قسمه الودايه التي هاجر عقلتي عقلتي يلا ما فهمتش اللغز انا ما فهمتوش شكون البرابيرة ها انت عقلي اسم قديم كان يطلقه الرومان على رومان سكان. رومان الرومان على سكان افريقيا الشماليه عقل ايت ما خليناش فكرنا باللي الريد بوك نسيناه بقينا نفتشو في السيكان ما لقيناش والله الا خلينا واخو كمال واش انت تخلي وتقول انا خليته واش انا هزيت في تهز انت اخويا بالله الله يرضى ضايع حفظك رجعنا المكان اللي لقيناه لقينا ديجا بدا لي كونديدا وصلوا ما جبرتوش هاد الكتابات الدراري هنا صافي سي جمال مشى يجري قال لي راه ريد بوك ما كاينش انت كاع ريد بوك همتونا كاع لا انت فين كنت وانت فين كنت عندك عندك
ما تقولش هملته، قول همناه بجوج. هملته كتازه في يدك. اقول همناه بجوج. كتازه في يدك شوف فين درته. الله يسكت عليا برك ما تقدمش عليا. هذاك الريد بوك كنا جالسين عليه بجوج انا وسي جمال. جالس عليه هو. جالس عليه انا ولا هو ماشي مشكل. ايوا ها هو فين ها هو دايره تحته دايره تحته ها. يلا يلا يلا. غادي كاين يدخلوا معايا. سير اخويا صحيحتك. سير انا الاخرين. انا الاخرين ورا هذا. شريف. اشريف. كانوا قصبة بداية وكاين هنا شي قوس بداية تكون في شحال هذه قرن 17 قرن 17 كاين الملاح كاين واحد البلاصة كيقولوا ليها قرن 17 كانوا ساخنين فيه الرومان رابط الرومان سكتي خلي الراجل يهضر انا مشيت قصتو نيشان عرفتو يكون عارف كلشي صافي سولناه جاوبنا مجاهدين ولا كانوا ما بين سكنوا فيها الناس كانوا دوك العيالات اللي كيديروا النقاه ولا العيالات اللي كيديروا النقاه ما بقاوش ويا غير او كريم كريش كان فيها النقاه كان فيها كلشي المجاهدين عرفت اش غدير دابا شوف حنا كون سولنا شي واحد القرن 17 كون كان جا للمغرب القرن 17 ايوا غنوقفوا شي بلاصه بزاف الناس ما سولناش غير واحد عاونونا بزاف واحد الوليدات قلعه المدينه جديده قلعه المدينه الحي البرتغالي هي شكرا شكرا جري 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 غتلقاي الخير في الدراري الصغار هي هذيك القلعه ديال المدينه شكون هذا اللي كيسول قال لك قلعه المدينه يلا خلي بقى تسول يلا قال لك عشمان لا راه ماشي هنا شنو اللي كنقول سول الناس اللي عارفين سير سول الناس اللي عارفين ود المدينه كنتي تحداه ماشي انا اللي كنت تحداه كانوا شي ناس اللي نبي لكم نسولهم كنمشينا فاسينمون لوندرو شنو دابا شنو قال لك هي هذه القلعه من هنا لهنا رجال اخرى هذا الشيء كامل قلعه بارك الله فيك يلا فاسيون بلونج لبنى وهجر ما مركزينش بتاتا وكيسولوا الناس على باسيون بدل باستيون اي القلعه تنهضر مع الناس بنسول قلعه المدينه باسيون دلونج قلعه المدينه اي من هذوك اللي من هنا القلعه دخل الواس لداخل ماشي مدينه ماشي دروبه ماشي كذا شي قلعه تكون خاويه اكثر من واحد يشرح لي يمكن تنحس بيه تضيق لي في نفسي باسيون دلونج لا باسيون دلونج باسيون كنقولوا باسيون كامل اش كثر التلفه حنا كان خاصنا نقراو باسيون كنقراو باسيون ترد بنادم كنخرج انا اللي ما قريهاش بقداش حنا كنقولوا بي ما فهمتش ما ديناش البال قولي ما ركزناش زيد يا هاجر متاكد اخويا سمعنا بزاف لحظه داك لي يلا لحظه دايما انا اخويا القلعه كتبت تيجي يا زيد حل الباب ما عرفتش الباسيون دو لونج فين كاين سول هذاك الحساس يكون في خبار الباسيون دو لونج كاين ندخلوا من هنا يلا سلامة شكرا شكرا الله يعاون سير هنا واقيلا ياك الباسيون قرينا الباسيون عبد الله بليز 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 كازار جري يلا انجز يلا راه هي راه هي راه هي زيد جا مانا مسابقينا زيد زيد نبيل قلع نبيل هشام اها ها خاطر على الباب يلا كازار واخ نيترا السلام عليكم السلامة الله يسلمك ديتو الطريق السياحية ولا غلا لوطوروت لوطوروت لقيتو ليا كلمة اللغز هنا هما العف غادي كتبها ليا صافي لا بلا ما تحيد الساكاتو ديالك مازال غتمشيو قادنا المازوط لقيتو ليا كلمة اللغز المجاهدين 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 خبيوها عندكم ونتلاقاو من بعد تفضلوا من هنا ميرسي تلاقاو من بعد كوثر وفاطم الزهراء حنا الان تنتواجدوا في باسيون دي زانج وسط المدينه القديمه ديال المدينه الجديده الحمد لله وصلتوا بخير وعلى خير واليوم غادي نشوفوا شكون اللي غادي يربح القلاده هاي في جيبي للقيمه الماليه ديالها 10000 درهم يعني مليون ديال سنتيم ها هي اذا غنطلب من الفرق
وغندا معك كمال وجمال توريوني الجواب ديال السؤال ديال اللغز. برابرة ياك انتم يا البرتغاليين. البرتغاليين الجيش. الجيش الأندلس. المجاهدين. المجاهدين وانتم البرابرة. في نظركم شكون الفريق اللي عنده الجواب صحيح؟ ما عرفتوش؟ علامة استفهام. أه؟ علامة استفهام. حتى واحد فيكم ما لقى جواب ديال اللغز. الجواب انا نعطي لكم كان سهل، كون قريتوا الرود بوك مزيان، كون تبعتوا الكلمات، كان الجواب قدام عينيكم. الجواب هو موروس. وموروس شنو هو؟ هذا الاسم كانوا تيسميو به الرمان على الناس ديال شمال افريقيا. هذا هو الجواب ديال اللغز اليوم. دابا غنعطيكم الترتيب، شكون اللي جا في المرتبه الاولى وشكون اللي وصل في المرتبه الاخيره، واللي وصل في المرتبه الاخيره واش غادي غادرنا غادي نعرفوا من بعد. اول فريق وصل ولكن ما عندوش جواب اللغز نوالو الياس. في المرتبه الخامسه عبد اللطيف وعبد الله. في المرتبه الرابعة نبيل وعثمان. في المرتبة الثانية كمال وجمال. بقاو جوج فرق، لبنى وهاجر، كوثر وطيم الزهرة. المرتبة الثالثة كوثر وفاطمة. إذن فريق الأخير هاجر ولبنى، خذوا لي ساكادو ديالكم واجيو عندي. اجي عندي. كنتو كما قلت لكم بأن في قانون إنيغما التحدي الفريق اللي غيوصل الأخير وما عندوش الجواب ديال اللغز غادي غادر إنيغما التحدي. انتم درتوا هذه المرحله مزيانه. قولي لي علاش تبكي لبنى؟ قولي لي الشعور ديالكم في اول مسابقه درتوها في حياتكم. جينا قد قد. نعم ما كانتش عندنا ديك لا فوطو باش نسولو. جينا قد قد حنا بقينا وسط المدينه هنا كن. نعم واش بقى فيها حاجه؟ جينا حتى لهنا ورجعنا. وهذه هي إنيغما التحدي، خاصكم تمشيو حتى للحد ديالكم، الحد ديالكم انتم وصلتوه. ملي كنا في صومعة حسام خديت واحد الجوا اللي عطيتو الكوثر وفاطمه وقلت لهم هذاك الجوا ما نقولش لكم واش هي مرحله اقصائيه ولا لا، هذا مازال ما قلت لكم انا غتمشيو ولا غتبقاو. بديتو تتبكيو عافاك. عطيوني الجوا. كنتفرج في التلفازه. كنتفرج في التلفازه. اييه كملي. دابا تضحكي ضحكي. اري هذيك لاغدواز قولي لي ضروري غيكون الاقصاء. ضروري غيكون الاقصاء. ولكن مني قلت لكم بان إنيغما التحدي تعود بالعاب ماشي سهله بقوانين جديده. ها حنا بغينا لكم قتال فينال باش الوالد ديالي كان يتفرج فيه. ولكن راه بكره راضي عليك لانك راه وصلتي. لا 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 لا, لا, لا. لا لا ما كيعجبونيش هاد المواقف. لا 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 انت اللي غتحدي الاولى اللي بكيتي غتحلي وغتوريها للكاميرا وغتقراي تقولي واش غتبقاي معنا ولا غتمشي. مرحلة غير إقصائية. وريها الكاميرا وري الكاميرا وري الفراغ. مرحلة ماشي إقصائية. إذن مشاهدينا الكرام في قانون إنيغما كنت قلت لكم بأن خاص الجواب على اللغز وأول فريق غيجيب لي الجواب صحيح غادي يفوز بقلادة ديال 10,000 درهم. حتى واحد فيكم ما جاوب. إذن حتى واحد طاف الخزانة. أول فريق وصل إلياس ونوال بالصحة 10,000 درهم. الراجل اللي جاي ياخذ الفلوس غيديهم للمراه تجريسه في الطريق ياك. اذا بالصحه والعافيه
نبغي نطلب منكم قبل ما نختم البرايم الاول، الله يخليكم في المرحله الجايه الرود بوك قراوه مزيان، قراوا التعليمات، راكم توصلوا. اذا مشاهدينا الكرام ما بقى لينا نودعكم، تنتمنى انكم قضيتوا اكيد اوقات شيقه في البرايم الاول من الموسم الثالث من اول برنامج ديال المغامره والاكتشاف والالعاب، برنامج انيغما التحدي على قناتكم ميديا ان تي في. نتلقى معكم السيمانه الجايه، الى اللقاء وتصبحوا على خير. عبد الله، في الأسبوع القادم غادي نتابعوا كيفاش ارتفعت حدة التنافس بين الفرق نظرا لتقارب المستوى، هي بناء وعلى الجمال غادي تورف وجه كمال اللي عودنا على الهدوء ديالو من البداية. ريسبي 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 طيحت كل شيء، داك الشيء اللي كانوا هزينا كل شيء طاح. يلا شوف حد ايش كان دوغ غنطيح فاتي. وكيفاش كان فريق كوثر وفاطم الزهراء قريب ما يعلن الانسحاب ديالو ويغادر المنافسات في مرة. كاينين فرق اللي داروا اخطاء كبيره. مستجدات غادي نعرفوا اسبابها وتداعياتها في الاسبوع القادم. كونوا كالعاده في الموعد.